صباحكم فاطمي مملوء بشغف الولاية لها ولأبيها ولبعلها وبنيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم شعرا وصعدتم نصرا. أرحب بمقدم كل من وفد بقلبه قبل قدمه لإحياء ذكرى سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولأن الزهراء سلام الله عليها سماء ثامنة، ولا يسعنا أن نكون خارج نطاق هذه السماء، أرحب بالأستاذ راضي الخاقاني من عمق القرار السياسي في محافظة النجف الأثقف، مستشارا للسيد المحافظ. حللت أهلا سيدي الفاضل. نعود من حيث كنا، وكلما همس بأذني أحد الإخوة تصورت أننا جميعا خلف باب الزهراء سلام الله عليها نقف لنصرتها، رغم أن كل من حاول منع هذه النصرة. شكرا لجابر بن حيان جامعة على فسحها المجال بين العلم والتدريس لكي نكون بينهم لإيقاد ثاني شمعة لهذا المهرجان السنوي المقام على حب فاطمة سلام الله عليها. الآن سادتي الأكارم الأعزاء جميعا، أترككم مع سر من أسرار الزهراء سلام الله عليها، القرآن الكريم وخادم القرآن القارئ منتظر الأعرجي، فليتفضل مشفوعا بعذوبة الصلوات على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. جل الشكر والامتنان لقارئ القرآن السيد منتظر الأعرج من تجمع فتية أمير المؤمنين سلام الله على علوه. سادتي الأكارم، أرحب بكم مرة أخرى في المهرجان السنوي الثاني والذي تقيمه أو يقيمه تجمع فتية أمير المؤمنين بالتعاون المطلق والجميل من قبل جامعة جابر بن حيان قسم العلاقات العامة والإعلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أسلفت شاعرا أننا نحتفي اليوم بسيدتي ومولاتي الزهراء سلام الله على ضلعها المنصور، ولذلك قد جاء الإخوة من فتية أمير المؤمنين سلام الله عليه لإقامة المهرجان السنوي الثاني هنا في مضارب جامعة جابر بن حيان بالتعاون مع أغصان قسم العلاقات والإعلام. شكراً لهذا الجهد من طرفي معادلة الولاء في تجمع فتية أمير المؤمنين ومن جامعة جابر بن حيان. أكرر الترحاب بكل من وفد بقلبه قبل قدمه للحضور معنا خلف باب الزهراء للدفاع عنها وعن قضيتها سلام الله على قضيتها وعليها. وأجدد الترحاب بمستشار السيد محافظ النجف الأشرف الأستاذ الدكتور غسان دريب، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كما وأرحب بعميد كلية الصيدلة الدكتور مضر آل حيدر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وأنا قبلكم جميعا رحبت بفضة خادمة الزهراء سلام الله عليها، وكلنا نسير خلف فضة مع احترامي ألقابكم ومقاماتكم، فأنتم أهل للدار. وإن قصر المتحدث فأنا حتما معذور لأنني بين الشموس أحتار إلى أي ضوء أنتمي، وأنا أنتمي للعراق وللزهراء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليكم. سادتي الأكارم، الآن نتجه صوب جابر بن حيان، هذا الرجل العالم العربي الكبير الذي ترك فينا الكثير من العلوم، لا سيما هذا الصرح العلمي الكبير جامعة جابر بن حيان. فليكن المتحدث الرسمي عن جابر عميد هذا البيت ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد باقر رشاد فخر الدين، فليتفضل مرحبا بضيوفه فلنستقبله بالنشيد الوطني للضمائر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخواني الأفاضل، أخواتي العزيزات الكريمات، نرحب بكم أي ترحيب مع حفظ المقامات والمسميات جميعا بكل احترام وبكل تواضع. إنه من دواعي سرورنا أن تحتضن جامعتنا جامعة جابر ابن حيان الطبية، هذه الجامعة الطبية الأولى والتخصصية في البلد التي أنشئت للنهوض بعدد من الجوانب العلمية ولا سيما منها الطبية.
نرحب بكم ونكرر ترحابنا في ربوع جامعتنا، ونتواضع لكم ونقول أنتم في جامعتكم، أنتم في مكانكم، أنتم في أعماق قلوبنا إن شاء الله. إن هذه المناسبة السامية، مناسبة استشهاد السيدة الجليلة ابنة خاتم الأنبياء أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، علينا أن نستلهم كل العبر، وخصوصا نرى أمام أنظار بناتنا الكريمات، نستلهم من سيدتنا فاطمة الزهراء كل العبر وكل الإرادة للنهوض بالأخلاق الكريمة وبكافة المبادئ إن شاء الله. علينا أن نتذكر دائما ظلامة السيدة الزهراء، فظلامتها لها دلالات ومصادق كثيرة وعديدة وكبيرة، علينا أن نتذكرها باستمرار، فلا نسمح كما يراد لنا أن ننسى هذه الظلامة بحجة أن التاريخ مضى وولى، لا بالعكس، علينا أن نتذكرها وأن ننحني لها لموقف كريم من السيدة الزهراء حفظت لنا به أساس مبادئنا وعقائدنا. طبعا أنا أتشرف بحضور الأخوان السادة من الحوزة العلمية المباركة، والأخوان الأكاديميين، والأخوان من محافظة النجف الأشرف، وكافة الأخوان والأخوات الموجودين من إعلاميين وغير إعلاميين. علينا أن نتذكر في هذا اليوم كلام لأحد الأئمة عليهم السلام لأصحابه عندما قال له: كلنا حجج الله وفاطمة حجة الله علينا. إذن ما فاطمة الزهراء سلام الله عليه، لا أحد يتمكن أن يحيط بكنه هذه السيدة العظيمة الجليلة. بناتي الكريمات، أنتم طاقات في المجتمع، أنتم تمثلون الجيل إن شاء الله الذي سيزدهي به مستقبل العراق، ولذلك علينا أن نمد يد العون والمساعدة لكم للنهوض والحفاظ على مبادئكم والاستمرار بالعقيدة السامية، العقيدة الصحيحة، والولاء لأهل البيت. أنتم مشاريعنا للمستقبل إن شاء الله، مشاريعنا للتحدي، مشاريعنا للبناء، ومشاريعنا إن شاء الله لنكون نحن الأول، وليس أحد غيرنا هو الأول إن شاء الله. ولذلك ترون الهجمة على مبادئنا، ترون هذه الهجمة الكبيرة، وخصوصا مع استمرار وتقدم الزمن، ما ويعود ذلك بسبب أنه تمكننا نحن بإرادة رب العالمين وبعقائدنا وبالولائنا لأئمة أهل البيت من السطوع عالميا. ولأول مرة منذ سنوات فلا أحد يغفل دور مبادئنا، والجميع أصبح ينادي بها لما تتضمن من حرية وديمقراطية وبناء للفكر الصحيح. ولذلك يجب أن ندافع عن عقائدنا بشدة وبعظمة وبتباهي إن شاء الله. نحن إن شاء الله بمبادئنا نكون الأول والمستقبل لنا، ولذلك لا نمانع أن نكون
شريكا بمبادئنا لكل من يرغب بالسلام والوئام وإحقاق الحق. فهذا ما تعلمناه من أهل البيت، علينا أن نتحدى ونبني لنكون دائما في المقدمة، فبغير التحدي وبغير البناء سنتراجع، وهذا ليس في صالح مبادئنا. وكما نعتقد أنه الدنيا إن شاء الله تختم بنا إن شاء الله. لا أحب أن أطيل، بناتي الكريمات، أنتم فيكم الحياة وأنتم لبنة، وأهم لبنة من لبنات المجتمع. علينا أن نغذيكم التغذية الصحيحة من المبادئ والحقوق، أن تعرفنا ما هي الحقوق وما هي المبادئ وما لكنا وما عليكنا، وإن شاء الله نكون الأفضل. لا أحب أن أطيل، كما قلت أريد أن أفسح المجال لإخواني، نبارك حضوركم الكريم في هذا اليوم، ونقول إن جامعتنا جامعة جابر بن حيان هي جامعتكم وجامعة كل الطيبين وكل الأخيار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الود لجناب الأستاذ الدكتور محمد باقر فخر الدين رئيس جامعة جابر بن حيان على كلمته الترحيبية والأبوية. دمت سيد الفاضل. سادتي الأكارم، وعلى وتيرة الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، الآن نستقبل الأمين العام لتجمع فتية أمير المؤمنين سماحة الشيخ وشيخ السماحة الأخ العالم الجليل علي العتابي، فليتفضل مشفوعا بالصلوات. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لحواء والد كمحمد؟ أم هل لمريم مثل فاطم أشول؟ نرفع عزاءنا إلى مقام إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه وآبائه عليهم السلام، وجميع مراجعنا دام ظلهم الوارف بمصاب سيدة نساء العالمين فاطمة بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أساتذتي الكرام، الحضور المبارك، أخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتطرق في هذه الوقفة المباركة إلى بيان أمومة فاطمة الزهراء عليه السلام، ونواحي تلك الأمومة وميزاتها والدعوة إلى الاقتداء بها. نتعرض لبعض النواحي التربوية لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة الأم، كثير ما نسمع من الخطباء أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لقب فاطمة بأم أبيها. ما هي هذه النواحي التي استحقت بها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ذلك اللقب الرفيع الذي مضى على أكثر مما عليه زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث لقبنا بصريح القرآن الكريم أنهن أمهات المؤمنين؟ فكانت الزهراء عليه السلام كما وصفها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بذلك الوصف وذلك اللقب بأنها أم أبيها، أرفع درجة من زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. محاور الوقفة هذه المباركة بين أيديكم أساتذتي الكرام، الحضور المبارك، أخوتي وأخواتي، نموذج الأمومة، الأمومة التعليمية، الأمومة العبادية، الأمومة الإنسانية. هذه الأنحاء كلها تجسدت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الأمومة النموذجية، أن الأمومة
مقام سام ووظيفة عظمى، ولذا فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد كنى زوجاته وبنص القرآن الكريم بأمهات المؤمنين، وقد أوصى الله نساء النبي صلى الله عليه وآله في سورة الأحزاب بجملة من الوصايا وفي غيرها من السور، كذلك أمرهن بجملة من الأوامر ليصبحن نموذج الأمهات، أمهات المؤمنين وزوجات النبي الخاتم الذي هو مع علي عليه السلام أبواه هذه الأمة. فقال عز من قائل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ولكنه منح ابنته الصديقة الكبرى مقاما أرقى وأسمى، وهو مقام أم أبيها، فهي أم الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، احتضنت آماله وآلامه. النحو الثاني من الأمومة: الأمومة التعليمية. ضمن الناحية العلمية تذكر لنا الروايات مستوى حرصها على العلم وتوصيله وحفظه، وفيما يروى حول ذلك أنه قد جاءها من يسألها علما رجلتها فلم تجدها، فقالت سلام الله عليها: انظروا إلى أهمية العلم والتعليم، ويحك اطلبيها فإنها عندي تعدل الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، انظروا أحبتي، فإنها تعدل عندي حسنا وحسينا، فطلبتها فإذا هي قد قممتها في قمامتها، فإذا فيها قال محمد النبي صلى الله عليه وآله: ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت، إن الله تعالى يحب الخير الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش البذاء السآل الملحف، إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، وإن الفحش من البذاء والبذاء في النار. فالرواية أحبتي وأخوتي الأعزاء تخبرنا عن مدى اهتمامها بتحصيل العلم وتعليمه وحفظه، ولا شك أن هذا مؤثر في نفوس الأبناء، يزرع فيهم أهمية وقيمة العلم وقداسة حصاده. أضف إلى ذلك أن التاريخ ذكر أنها كانت تعلم ابنيها الحسن والحسين خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في طفولتهما، فتطلب منهما أن يذهبا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمعا خطبته أو خطبه ليحفظاها، ثم ليعيدا ذلك على مسامعها، ثم لتعود بعد ذلك لتطلب منهما إعادة ذكر ما سمعاه أمام أبيهما علي عليه السلام. وفي ذلك أمور وثمار. هذا طبعا التصرف، لعل البعض يستغرب ويقول، وقد يشكل البعض يقول إنهما إمامان معصومان قاما أو قعدا، فكيف مثلا لم يفهموا هذه الأمور؟ ونحن نقول أنبياء علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وهكذا من الإشكالات. كثير ما يرشدنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال الروايات المتوافدة الوفيرة والكثيرة ليس لأجلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما تربية للمجتمع الإسلامي. فمن تلك الثمار تعويد الأبناء على مراودة مجالس العلم، هذا أولا. ثانيا، وعلى الاهتمام بحفظه ونقله إلى طالبيه. النحو الثالث من الأمومة: الأمومة الزهرائية، الأمومة العبادية. يقول الحسن البصري في وصف عبادة فاطمة عليها السلام: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورم قدماها، وكانت شديدة الاهتمام بالعبادة وخصوصا قيام الليل والذكر، فكان تحفة الله لها التسبيح المسمى باسمها، والذي دخل في تربية وتنشئة ذريتها من بعدها. وهذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا أبا هارون، إنا نأمر صبياننا بتسبيح الزهراء عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة.
نعم لقد شكلت سيرة الزهراء عليه السلام العبادية نموذج الاقتداء لأولادها، فهي كما في الرواية كانت فاطمة تنهج في صلاتها من خوف الله. والنهيج يعني ماذا؟ معناه انكسار الصوت عند البكاء. وكانت ملازمة لمحرابها في مختلف أوقاتها. ورد في الحديث أقبل عليا بالحسن والحسين عليهم السلام نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وهما يرتعشان كالفرخ، هكذا تذكر الرواية، من شدة الجوع. فلما بصر بهم النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أبا الحسن، شد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق إلى ابنتي فاطمة. فانطلقوا إليها وهي في محرابها لقد لصق بطنها ظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها. وهذا ما يوحي إلى المطلع على سيرتها، على سيرتها، فضلا عن من عايشها أن العبادة والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة عند الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو الأصل، ولا يمنع عنه ضعف ولا جوع ولا غير ذلك. النحو الرابع من أنحاء الأمومة لسيدتنا الزهراء عليه السلام الأمومة الإنسانية. لقد كانت فاطمة الزهراء عليه السلام كزوجها وأبيها تحمل هم الفقراء والمعوزين وأهل الحوائج، بل كانت تقدمهم على نفسها وأهل بيتها. ومما يدل على ذلك ما جاء في تتمة الرواية عن ابنها الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يقول: وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. قلت، قال الإمام الحسن عليه السلام يقول لأمه فاطمة: قلت لها: يا أمّا، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ قالت: يا بني، الجار ثم الدار. نعم، لقد كانت وهي في أشد اللحظات أو في أشد لحظات قربها من المولى في صلاة ليلها التي ورد أن 70,000 ملكا من المقربين يسلمون عليها وينادونها بما نادت به الملائكة: مريم ابنة عمران. ماذا يقولون لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ يا فاطمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه السيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين على ما نعرفه ونعتقد به من مقامها الشامخ والسامي. فلقد كانت عالمة وخطيبة وزوجة صالحة وابنة بارة بلغت الكمال في العبادة والعلم، وقامت بواجباتها في السياسة والجهاد حتى لقد ربت أولادها والأمة من خلفهم على تقديس الجهاد والشهادة من خلال تعاهد زيارة قبور الشهداء وتعهد أيتامهم. هذه المرأة مع ذلك كله والأدوار التي كانت منوطة بها كانت أماً، بل نموذج الأمومة الصالحة. لقد كانت أماً حتى في كل نواحي وظائفها، فهي أم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ورسالته، وأم الفضائل، وأم الكمالات والمجاهدين. فعلى نسائنا أن يلتفتن أنهن إذا أردن القيام بدورهن في إصلاح المجتمع والبشرية فعليهن أن لا يستقلن من أمومتهن. على النساء أن لا تستقل من هذه الوظيفة، وظيفة الأمومة. أخواتي وأخواني الأعزاء، نعم، ومقام الأمومة، بل على المرأة أن تسحب الأمومة من دائرة البيت الضيقة إلى رحاب المجتمع والإنسانية، فبذلك تصلح البشرية. فعليها أن تكون أماً في بيتها ومجتمعها ليخلص هذا العالم من قساوته ووحشيته ويعود إلى إنسانيته وروحانيته. أحبتي وأخوتي الحضور الكريم، نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علي العتابي الأمين العام لتجمع فتية أمير المؤمنين سلام الله على أمير المؤمنين، شكرا جزيلا للكلمة التربوية والتي أشعرتنا بجنحي القداسة، الحوزة العلمية والجامعة وما جاء فيها من فقرات
تربي بناتنا على حب فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إذا الشعر يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القلم، هكذا أشعر عندما أصل لمحراب القوافي، وقبل أن أتوضأ بالوزن والقافية أرحب بالسيد زيد الجبوري رئيس مؤسسة يارا الإعلامية والوفد المصاحب له، حللتم أهلا ونزلتم نصرا لقضية الزهراء سلام الله عليها. هبت فاطمة، هبت فاطمة الحيرت عقل الكون، أريد أوصف مجدها شلون ما أقدر، توقف توقف عن نهر ويلوح ظلها الماي، بهبة ظلها حتى الماي يتعثر، من تنقل جدمها تقول ألف خيال، تسجد ينترس خشم الأرض عنبر، طفلة بحضن أبوها ومر عليها جبريل، طفلة بحضن أبوها أمر عليها جبريل، سمعت صوت رأس لونها تغير، نضح ماي الخجل من جبهة الزهراء، لما ماي ربك كون الكوثر. يمر أحسن الله عليكم، يمر ليل الشتاء وبيتبرد الزهراء، يمر ليل الشتاء وبيتبرد بيتبرد بيش يدف بتل مصطفى تحير، خيط زغب جنحين الوحي جبريل، بيد المصطفى وسوالها المشمر، ومن راد النبي زوجها داح الباب، من راد النبي يزوجها داح الباب. عجبني أمر وياي تتبصر، الملائك عالسما كتبوا كتبوا عقد تزويج، بس بصمة عروس يريد مو أكثر، وبصمة عالسما وبصمتها صارت نور، لم بصمتها صارت قمر وتدور، قمر سواها ربك بصمة الزهراء، معناه مستحيل العقد يتزور. ومن صاح الأذان، من صاح الأذان ونيتك تصلين، وانت من الفقر عانيت الهواية، مصلاية لصلاتك انت مت، مصلاية لصلاتك انت متملكين، وامل عد السما، امل عد السما تحقق الك هاية، حب وطاعة نزلت للسماء الله، فرشة روح حبيتك مصلاية. سادتي الأكارم، من تقصيري المقفى إلى شاعر شهدت له المنصات والمنابر داخل وخارج العراق، سمعنا اسمه يردد بواسطة الكثير من الحناجر التي رددت للحسين سلام الله على نحره المقدس، قرأ له الحاج الملا باسم الكربلائي، وسمعت الشيخ حسين الأكرف يردد اسمه، وكذلك الحبيب قحطان البديري عندما يسألون لمن، يقول كل الإخوة الرواديد للأستاذ الشاعر واثق العيساوي فليتفضل مشفوعا بجنح الصلوات على محمد وآل محمد. السادة والسيدات الحضور كلا بمقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد سيدتي ومولاتي الزهراء، شكرا جزيلا إلى تجمع فتية أمير المؤمنين بأمينها بكل عناصرها، هذا التجمع الذي تعاون مع جامع جابر بن حيان لإقامة ذكر للزهراء، أثابتكم الزهراء ووقفت لكم شفيعة. أدري وأعلم ما بقلبي طيبة فيها تكلم للورى مشواري، فعلى بساط الورد صرت مسافرا وتركت في جسد الندى آثاري، حاولت أدفن سر عشقي صامتا لكن عيني شيعت أسراري، أنا ذلك العبد الذليل لفاطم من سفر فضة تقتدي أسفاري، قد جئت أستجدي الخلود ببابها ليعز من مقدارها مقداري، دمع اللي تمر لا تمر قلها اليوم، وعلى باب الجفل لا تدق وصيها أضمها اليوم عوز، وشحة بالدمعات وعلى خدود الحزن بالسكتة أبكيها، وجي الباب الرسول أردوصف الزهراء
وعلى شفاف شعر وبياتي أحكيها، وخاف من الخشب لي قشمر البسمار، خاف أدفع الباب الباب يا ذيها. أخاف أخاف من الخشب، أحسن الله لك، لي قشمر البسمار، خاف أدفع الباب الباب يا ذيها. صرت كل ما أشوف النار يا زهراء أذكر بابك ونار الدنيا تليها. ما معقولة جنة ونار مجموعات، أي قانون ما كلي يساويها. لذلك باب نور انت ووجههم نار، من دفعة وعليتش الباب ناويها. أن ما تبقى جنة مثل جند إبليس، نفس الشبه بس متغير أساميها. بابك حاشة تستقبل شخص ملعون، لذلك من إجا ورفضت تفتحيها ويدفعوها وتقلهم خلف نور الله. الزهرة تلوذ بي وكون حاميها، سند ظهرة ودفع بجدامة دفعة موت لحد ما نبت البسمار تاليها. وصحتي وصوت ضلعك كسر قلب الموت، ودمعتك عطف المندم بكيتيها. إذا بت النبي ودفعوا عليها الباب، شابت الكفر بيمن نجازيها. إذا بت النبي وكسروا وضلعها شلون، وسطروا عينها وحاقد يبكيها. وشنو ذنب الجنين بصدر طب سمار، ما شمل هو ودموعه يجريها. الله يساعدك يا بالحسن عصار، شلون تفارق الزهرة وتواريها. يموت البيت من تموت أم البيت، يموت البيت من تموت أم البيت. حنان الأم نهر والدنيا يرويها، وزينب والحسن وحسين بس يبكون من جوه جفن ضمتهم ايديها. كلها تصيح يمه يمه يا زهراء، تسمع صوتهم بس حيل ياذيها. عافتهم وراحت والاطفال ايتام، قصدت فضه وعليهم توصيها، قصدت فضه وعليهم توصيها. ولانه تجمع سمي باسم أمير المؤمنين، فإلى المعزى الأول، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى محبته الصلاة على محمد وآل محمد. امرأة فقيرة قصدت بيت أحد الأغنياء تطلب طعام لأيتامها، طرقت الباب فلم يجبها أحد، طرقت فلم يجبها أحد، فنادت ما عدكم علي عند ابن جوعان، اشعلت نيران قلبوني ميته. ما عدكم علي عند ابن جوعان، اشعلت نيران قلبوني ميته. أنا اسمع حكي عن راعي الأيتام، وجا اسمع لبالي ودوريته، مو هذا أبد. لو بيت أبو حسين كعطر الكرم فاح بثنيته، قالوا لي وصف وطوني عنوان، وظن من ضيم قلب ضيعته. قالوا لي خشب بريحة ايتام وضلع مكسورة لا قباب بيته. منو المثلك علي لو بيشبه بيك، ادور بالوجوه وما لقيته. كون من انتخي القي على الباب، يحضر لو تنخيت بحميته. اذا صارت حرب نعامة ما يصير ما يضم راسه ويضحي بسريته. كون أول شخص يتقدم الجيش وأول طلقة تضرب بندقيته. علي علي منك منك عرفت الصيت أفعال، مو بس بالحكي اللي يتعلى صيته. نشف دم البعض والعامر يصيح، ومتبسم كنت ترسم منيته. كم مرة محمد صاح لك لا، ارجع يا علي وتسمع وصيته. ثقة عنده كبيرة تقلب الجيش، لكن راد تتوضح قضيته. أيس والزلم ما ترمش تخاف، وصارت واجبة تلبي وجيته. ابن ود شفته بس رادت تميل، بيمينك وبفقارك عدليته. وبعد قلبه علي، بعد قلبه علي اسمك حرص صار، وبكل بيت بطفاله لقيته. الما يسمى علي حيدر يسميه، المهم بحروفك يعطر هويته. بعد قلبه علي اسمك حرص صار، وبكل بيت بطفاله لقيته.
اللي يسمى علي حيدر يسميه. المهم المهم بحروفك يعطر هويته بيكتب لايا اسمك من الحمابي مثل شاعر وفاقد شاعريته. انه واي شذكر تأهل حساب وبيش اختم كلام اللي بديته. سبوا على المنابر حذفوا هواي وشف التاريخ اسود من قريته. وانت بين كعبه وبين محراب مشوارك الابيض من نهايته. مشوارك الأبيض من نهايته. أحسن الله عليكم. ختاما إلى من ضحوا بأنفسهم لكي يبقى ذكر الزهراء إلى شهدائنا. هي رسالة من مقاتل كتب إلى أمه بعد أن اتهموه بالسرقة. قالوا لك بقي تقلي لهم محشوم ابني ربات دي وما يسويها. قالوا لك بقت قلي لهم محشوم ابن ربات دي وما يسويها. ابني الباع روحه ما تهم فلوس. هذا ابن العزيزة اللي ينحلف بيها المامة الديدة وقت ما رحمنا العوز. المامة الديدة وقت ما رحمنا العوز. انا شلون اقتنع هالسايدة النيها رافع هامتي من كان بالكاروك بعد امه وحشالة ما ينصيها. اقصيد بمكانه واحلف بايمان اذا لقمت حرام بكفه لاقيها. صلى الله عليك. قالوا لك بقت قلي لهم ما باق احجايه ومن ذلك جيب طاريها. يمه هنا غدر مو مثل حظ مجداك. يما الخطوة موت وقوة نمشيها. زرعناهم وفا وزرعونا العبوات. زرعناهم وفا وزرعونا العبوات. قلنا الراح راح وخوة نبديها. وبعد ما أمنا وخلوا بظهر الرماح وقلت الخاطرك يا عراق عديها. زرعناهم وفا وزرعونا العبوات. قلنا الراح راح وخوة نبديها. بعد ما أمنا وخلوا بظهر الرماح وقلت الخاطرك يا عراق عديها. بحدايقهم غدر مدفون لي يا اخوان مثل عمر الورد بعيون اهاليه. جد مبقاعهم عثرة بشفع الريس. رسالة بإيده قال لأمي وديها. كتب بيها منيات الما عرف اليوم وحرف اسم الحبيب الما ملاقيها. 1700 مسطرين أكوام شباب الصخر ذايبين حب عليها. ثلاجة شنو لك راح من أبطال يحتار القمر يوصف معانيها. رجع لأخوتي وأخذ كل شي تريد. شكرا ما أريد وما متانيها. حرامية خسر لا بقنا منهم خوف ورجعنا الأمان الدار راعيها. نقسم فلوسنا ونطيها للمحتاج لغمرة سارواتب ما محصليها. بالتكريت تطلع كأنها بالجيران عين على الأرض وبدم حاميها. هيك تعلمت غيرة ورضعت الطيب ما أطعن ظهر وعداي لاويها. يما وداعتك أي إيد ما مديت إلا البندقية وحضن سرقية. خدمة خالد حرامية يخس لا بقنا منهم خوف ورجعنا الأمان الدار راعيها. نقسم فلوسنا ونطيها للمحتاج رغم لسه رواتب ما محصليها. بالتكريت تطلع كأنها بالجيران عين على الأرض وبدم محاميها. هيك تعلمت غيرة ورضعت الطيب ما أطعن ظهر وعداي لاويها. يما وداعتك أي إيد ما مديت إلا البندقية وحضن سرقيها. المهم طمنيني يما شلونهم الأطفال رقية وفاطمة المشتاقة حاجية. أدري من الفقر عدين مجبورين. أدري من الفقر عدين مجبورين. إذا جعتوا علي تلقونه يم الباب. علي اللي يذكر الفقرة وما يجا فيها. وخاف ما أرد يم حضرة العباس إلك مسموح يم الشيلة ذبيها. شكرا للواثق واثق العيساوي على ما قدم. لا أريد الإكثار من غلة القصائد حتى لا أتهم بأني أزيح النار إلى رغيف الشعر، ولكن هنالك
ما يثير النفس بعد إبداع واثق العساوي، إذ مر بعفوا استريح، إذ مر بأعظم ما خلق الله بعد رسوله أمير المؤمنين. الضابط على متنا يشير رتبة الهاي حبا أو كره تلقى اللي يقدرونه، وحب الحيدر ياخذ تحية الكون. الحسن وحسين شايفهم علمتونا. الكلمة الآن للحوزة العلمية في النجف الأشرف وأستاذ الحوزة سماحة الشيخ صلاح الكعبي، فليتفضل. أشكرك أيها المرجوعون للشهيدة الشابة العالمة المخدرة فاطمة الزهراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أيها الأحبة، نحن لسنا في رحلة سياحية، وإنما نحن في عزاء، ومن استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ونحن اليوم ننطق عن الزهراء التي رضاها رضا الله. قبل الحديث في رواية عن إمامنا الرضا عليه السلام يقول فيها: من لم يجد شيء يكفر به عن ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، فإنها تهدم الذنوب هدما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا معبود سواه، والصلاة والسلام على محمد وآله ومن والاه، واللعنات الدائمات على أعدائهم أعداء الله. رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الحق تبارك وتعالى في سورة البروج: وشاهد ومشهود. أيها الحفل الكريم، لا نريد أن نستطرد كثيرا على الشهادة في الدنيا وماذا تعني من قيود وشروط في كتاب الفقه، فإن للشهادة شروط صارمة في كتاب الفقه، حيث لا تقبل شهادة أيا كان، وإنما هنالك أمور إذ ما استجمعت قبل الشهادة الشاهد، وإذا ما تفرقت ردت شهادة الشاهد. لا نريد أن نقف عند الشهادة في الدنيا، ولكن نريد أن نتحدث عن الشهادة يوم القيامة، حيث الحاكم الله والمحكمة المنعقدة تتطلب شهوداً. في رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فافعل في خيرا أشهد لك غدا. هذا اليوم، الزمان الذي البعض لا يعطيه احترام، الذي البعض لا يملئه بالطاعات ويصرمه مع الأسف الشديد بالسفاهات، هذا اليوم له قيمة أيها الأحبة في مدرسة أهل البيت، في مدرسة القرآن الكريم. هذا الزمان يحترم، لابد أن يكون الزمان عبارة عن شيء اسمه طاعة الله تبارك وتعالى: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، كما يقول الإمام السجاد عليه السلام، والوفاة راحة لي من كل شر. هذا النفس كما يقول أمير المؤمنين: كل نفس خطوة نحو القبر، والليل والنهار يعملان بك فاعمل بهما. الليل والنهار يقضم من العمر، يأخذ من العمر، فعلينا أن نكون قد استعدينا، أن نكون قد ملأنا
تلك الصحيفة بالطاعات. الشاهد الأول على الإنسان كما يقول النبي الأكرم في الرواية المعنعنة عن إمامنا الصادق عن آبائه عن النبي عن الله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ظلمنا نساءنا حيث أكلنا رغيف الوقت عليهن. هنالك مشاركة من بنات الزهراء سلام الله عليها، الأستاذة في الحوزة العلمية الأخت أم محمد العتابي، فلتتفضل مشكورة، فلنستقبلها بصلاتنا على محمد وآل محمد. أم محمد، إن قرأت لا تغادر القاعة رجاء. نعزي الأمة الإسلامية وعلماءنا العظماء وسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جميعا وحضراتكم بذكرى استشهاد السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أساتذتنا العظماء الكرماء طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق القليلة سوف نعرج إلى شيء بسيط من علم السيدة الزهراء سلام الله عليها. في الحقيقة أولى الإسلام قضية العلم أهمية كبيرة ورفع من شأنه كثيراً، حتى أمسى العلم والتعلم من الخصائص التي ينبغي أن تشكل شخصية الإنسان المؤمن، فبات العلم فريضة على كل مسلم، وصار الخطاب للجميع: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهد. أما علم السيدة الزهراء سلام الله عليها فهو علم إلهي، وهو عطية ربانية. جاء في الرواية إن الله عز وجل أوحى أو أعطى 10 أمور لعشر من النساء: أعطى التوبة لحواء زوجة آدم، والجمال للسيدة سارة زوجة إبراهيم، والحفاظ لرحيمة زوجة أيوب، والرضا لخديجة بنت خويلد زوجة المصطفى، والعلم للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها زوجة المرتضى. فعلم السيدة الزهراء هو عطية إلهية وهدية ربانية، وإنها عليها السلام فطمت بالعلم، فقد جاء في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إنه لما ولدت فاطمة سلام الله عليها أوحى الله عز وجل إلى ملك فأنطق به لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فسماها فاطمة، ثم قال: إني فطمتك بالعلم وفطمتك من الطمس. أما سعة علمها عليها السلام، ورد في الخبر عن عمار إنه كان ذات مرة مع الإمام علي عليه السلام، فدخل على فاطمة عليها السلام فلما بصرت به نادت: إذن مني يا أبا الحسن لأحدثك بحديث بما هو كان وما هو كائن وما هو لم يكن إلى يوم القيامة. قال عمار: فرأيت أمير المؤمنين عليه السلام قد يرجع القهقرة، فرجعت برجوعي، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وآله فقال له: إذن مني يا أبا الحسن. فدنا، فلما دنا واطمأن به الجلوس يعني استقر في المجلس، قال له الرسول صلى الله عليه وآله: أتحدثني أم أحدثك؟ فقال الأمير المؤمنين سلام الله عليه: منك الحديث أحسن يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكأني بك يا أبو الحسن قد دخلت على فاطمة فقالت لك كيت وكيت. قال: نعم يا رسول الله. فرجع أمير المؤمنين إلى فاطمة فقال أمير المؤمنين: نور فاطمة من نورنا. فقال صلى الله عليه وآله: أولا تعلم يا علي؟ قال: بلى.
فسجد علي شكرا لله تعالى. قال عمار: فخرج أمير المؤمنين وخرجت بخروجه، فدخل على فاطمة سلام الله عليها، فقالت عليها السلام: كأنك رجعت إلى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبرته بما قلته لك؟ قال: نعم يا بنت رسول الله. فقالت: اعلم يا أبا الحسن، إن الله تعالى خلق نوري. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة الأستاذة في الحوزة العلمية أم محمد العتابي على كلمتها القيمة. الآن مسك ختام المشاركات مع واحدة من بنات هذا التجمع، ابنة الأخ والصديق والزميل الشاعر والإعلامي الأستاذ رياض الحسناوي، على نهج أبيها تأتي الآن بسملة رياض الحسناوي للمشاركة بقصيدة، فلنستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان قصيدة الشعرية اليوم: الزهراء ما زالت ثورة، لوالد الشاعر رياض الحسناوي. ليت من قال وإن، ليت من قال وإن شلت يداه، ولمن قال لها لا تورث. ليت من قال وإن شلت يداه، ولمن قال لها لا تورث. أيقال لها يا بنت الرسول، أيقال لها يا بنت الرسول، ثم يظلمها اللئيم المشعث. من رضاها الله يرضى للأنام، من رضاها، من رضاها الله يرضى للأنام، يغضب الله على من أخبثوا. وبقعر النار هم حطبوا اللهيب، وبقعر النار هم حطبوا اللهيب، سقرا يصلون فيها يلبثوا. أول الثوار في وجه الطغاة، ثورة الزهراء فينا تلبث. خطبت خطبتها كالنازلات، ضد من في نهج أحمد أحدث. ولذا الحرية نهج قويم، وصراط الله حتى المبعث. لا تكن عبدا بذل الشهوات، إن عبد الله حر أليث. إنما الأحرار أسد في النهار، وسجود الليل فيهم مورث. إن قرن الشر شيطان الغرور، سمه ما زال فينا ينفث. أين أبطال القيام المؤمنين؟ أين شبان الظهور الباحثون؟ هذا ابن المرتضى وابن البتول، هذا مهدي الأمم والغائب، ينتظرنا في دروب الانتظار، كي يضيء الكون عدلا يمكث، كي يضيء الكون عدلا يمكث. وشكرا. لست من أصحاب الحوار بالتمييز، فأنا ضد التمييز العنصري والعرقي، لكني أشعر بأن بناتنا تفاعلن بشكل أكبر مع زميلتهن بسمة حضرت سنة. بسملة رياض الحسناوي، حمامة التجمع، يا ابنة الوزن وأخت القافية، شكرا لما قدمت، شكرا لهذه الجرأة الأدبية، شكرا جزيلا.
شكراً جزيلاً لهذا الصرح التعليمي جامعة جابر ابن حيان على حسن الضيافة. شكراً لتجمع فتية أمير المؤمنين. شكراً للإعلاميين الإعلاميات، لا سيما صديقي سجاد زوين، صديقتي هيلين كردي، وباقي التفاصيل أركان وما أدراك ما أركان. كان لكم جهد جبار في تغطية المهرجان. شكرا جزيلا، نلتقي على حب العراقي وأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم الشتائي الجميل أقامت جامعتنا جامعة جابر ابن حيان الطبية مهرجانا لهيئة وفتية أمير المؤمنين بمناسبة مظلومية السيدة المعصومة الجليلة أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. في هذا اليوم هو تعشيق لعمل الجامعة مع منظمات المجتمع المدني ومع المجتمع ومع صراحة كل الهيئات الخيرة التي يهدف عملها هو إلى الرقي بالمبادئ والأخلاق الحميدة. إن جامعتنا جامعة جابر ابن حيان الطبية المتخصصة بما تقوم به من تخريج لطلبتها سواء لكلية الطب أو الصيدلة، فنحن محتاجين إلى هذه البوادر وهذه الكوادر الطبية وما يميزها علمها، وإضافة إلى ذلك الإنسانية التي يجب أن تحملها هذه الكوادر. ومن هنا جاء المنطلق بإقامة هذه الندوات لزيادة الوعي لطلبتنا ولأبناء محافظتنا، وكون الجامعة هي جامعة متعلقة بخدمة المجتمع، فنحن بحاجة لإقامة مثل هذه الندوات لزيادة الوعي الفكري والإنساني لدى طلبتنا من الأطباء والصيادلة الكرام. نحن في جامعة جابر ابن حيان انفتحنا على المجتمع بما يهدف لإعلاء اسم وزارتنا والعراق والنهوض بمبادئه، وهي مبادئ أهل البيت عليهم السلام. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا في خدمة المجتمع والجامعة ومدينة النجف الأشرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور محمد باقر محمد رشاد فخر الدين، رئيس جامعة جابر ابن حيان الطبية النجف الأشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا ربي وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المناسبة المباركة والأليمة أكيدا على قلوب جميع المسلمين، ألا وهي استشهاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نقيم اليوم نحن تجمع فتية أمير المؤمنين بالتعاون مع جامعة جابر ابن حيان الطبية هذا المهرجان المبارك لإحياء تلك المفاهيم السامية لتلك المرأة السامية ألا وهي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها،
أكيدا إحياء هذه المناسبات وإحياء هذه الذكريات إنما هي إحياء للمفاهيم القيمة، إحياء للمفاهيم الإسلامية، إحياء لتلك المبادئ التي سار عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا ونحن في هذا الصرح المبارك جامعة جابر بن حيان الطبية، حيث المزيج الموجود من الطلبة التي يتفاوتون في مقاماتهم العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لرفع وكذلك السير على تلك المفاهيم التي سارت عليها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الأمين العام لتجمع فتية أمير المؤمنين الشيخ علي العتابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شكرا على القائمين على هذا المهرجان الرائع والجميل، شكرا على المنظمين، شكرا على كل من ساهم بهذا المهرجان. هو فرصة جميلة ورائعة لاستذكار سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليه السلام. نسأل الله أن يتم على خير هذا المهرجان، ونسأل الله أنه نستلهم الدروس من سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليه السلام، وتكون نبراس لنا في مسيرتنا وحياتنا العلمية والعملية. شكرا على كل من قام وساهم في إقامة هذا المهرجان.